عندنا عقد تمام. نعم. يعني الغصن لو بقيت فيه من حبه بالنسبه له صنف ايوه سومي قلب الثور. ايوه. الغصن لو بقيت فيه ما بين حبه الى حبتين يكون كفايه. نعم. في الغصن الواحد. نعم. واما الباقي الافضل انها تنزل حتى نحصل الى حبه جيده وممتازه. يعني تقوم الشجره بعمليه الترويه الجيده. أيوة. من خلال ادخال الماده الغذائيه لها. هذا يعتبر الحجم الكامل للثمره الان. لا هذا يعتبر يعني يقدر ربع حجمها. ربع الحجم. ربع الحجم. بس اذا بقيت متزاحمه معها ثلاث او اربع يخفف الحجم. يكون بهذا الحجم. ايش الصنف هذا؟ هذا تومي قلب الثور. اذا شكرا لك على هذه المعلومه. تحياتي لكم. السلام عليكم.